يعني في وايد مشاريع حلوة ومفيدة، حلو إن الواحد يتكلم فيها. أكيد خصوصاً المشاريع الصيفية الخاصة بالأطفال وأبنائنا، دامنا الحين داشين بالصيف مثل ما تكلمنا توا، حلو إن يكون في برامج يستغل وقت الأطفال وما يستغلها بس بالكويت، يستغلها بالسفر. ممكن بالسفر، يعني فكرة المشروع وايد حلو يونس بنفس الوقت، واللي عندهم أطفال ومو عارفين وين يودونهم بالصيف، هذا الشيء والسؤال اللي يطرح نفسه. مشروع نادي ديلتول للأطفال، هذا النادي يجهز رحلات خارج الكويت للأطفال ويعلمونهم ترى على فكرة الاستقلالية والثقة بالنفس، هذا شيء وايد حلو أن نعلم الأطفال. أكيد خصوصا السفر، معروف أنه هو يعلمنا إحنا ككبار شلون نتعرف على أصدقاء ونثق بالناس ونتحمل المسؤولية، فما بال الأطفال، أكيد شيء يكون وايد جميل وحلو. راح نتكلم عن هالمشروع اليوم إن شاء الله مع ضيفتنا حصة الخالد صاحبة مشروع نادي ديسول للأطفال بعد هذا التقرير. الفكرة أنا حسيت أنها راح تكون وايد مفيدة وحلوة خصوصاً بوقت الصيف، أتوقع الحين يعني عيالنا وإخواننا أيضاً بطلبة الثانوية يمكن نقول أن عندهم وقت فراغ راح يصير. صباح الخير، يعطيك العافية أستاذة حصة. صباح النور يا هلا يا مرحبا. أنا قلت إخواننا وعيالنا، أنا ما أدري بس الأطفال الصغار ولا حتى الكبار. أول شيء كلميني عن المشروع، مشروع ديلتول. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وأشكر تلفزيون الكويت على هذه الفرصة. بالعافية. ونادي ديلتول نادي شوية مختلف، أعمارنا مو ثانوية، يعني أصغر. أصغر، إحنا نبدي من سن 5 سنوات لسن 14 سنة بس وبدون أهاليهم، فيعني شوية الفكرة مختلفة عن باقي النوادي. وايد في استفهامات. أنا الموضوع إنه ما في أهل، هذه أنا صراحة عجبتني، أنا واحدة أشجع إنه يكون عندنا صراحة مدارس داخلية. أي نعم. فإن بالصيف تاخذين عيالنا وتخلينا إحنا ناخذ صيفنا بروحنا، يعني هذا شيء وايد جميل. شنو نوع الرحلات الموجودة؟ بداية نادي ديلتول ما كان من أول شيء نادي سفرات، كان نادي داخلي داخل الكويت. بعدين بدينا نعرف ونكتشف ان اليهال وايد يتاثرون بالمشرفين، واي شيء يشوفه المشرف يسويه هو يقلده، فبرزت لنا الفكره تقريبا 2009 ان نحول من داخلي لسفرات خارجيه، خاصه ان انا ام يعني اعرف الشعور شلون الطفل شنو يحتاج لما يسافر. فطلعت الفكره ان ليش ما اخذ انا اليهال واسفرهم في جو عائلي مو نظامي، يعني مو مدرسه، ما تحسين نظامي 100%، ونسفرهم ويانا ونعلمهم الاشياء اللي يحتاجونها في الحياه. احنا الزمن تغير والاطفال يعني الحين مو نفس اطفال قبل، صح، والظروف الحين مو مثل ظروف قبل، فنعلم اليهال من بدايه السفره شلون يسوي جوازاته، اذا ضاع وين يروح، وين يسال، مصروفه بايده شلون يقسمهم على ايام سفرته، اكله شلون يطلبه، شلون يتعرف على ناس اول مره يشوفهم، يعني الزملاء اللي معاه ما نعرفهم على بعض ابدا قبل السفره. ففي وايد من المهارات احنا ندخلها باسلوب شويه اسري اكثر من اسلوب نظامي مدرسي. حبيت يعني الفكره، لان عاده يعني هو الطفل مال يمكن طول السنه في المدرسه، فبالصيف يعني يبي يستانس بعيد عن هالاجواء هذه اللي فيها وايد قوانين ونظام كانه في المدرسه، فاليوم بعدتهم عن هالجو هذا، لكن هو يكتشف نفسه ويكتشف قدراته، ترى شيء وايد حلو هذا. اي نعم. والشيء المميز بالسفره هذا ان احنا نحط لهم رحله احنا نحددها، ونحط رحله محسوبه فلوسها، لكن هم يحددونها لما يوصلون، فتعطينا اصلا حريه القرار هناك وين تبون تروحون، عندنا هذه الميزانيه، تبون تروحون ثيم بارك، تبون تروحون هنا، تبون سينما، فاليهال يقترون هذه كم الحريه من القرارات، يعني يمكن ما يلقونها مع اهاليهم دائما، تشوفينهم هم يقررون، يلا قعدوا مع بعض وشوفوا شنو تبون، وين تبون نروح، هذا الاوبشنز وكذي، فاليهال يصير سعيد. حلو استاذه حصه، الحين يعني اليهال الحين لما يكونون معاكم او الاطفال خلينا نقول لما يكونون معاكم، هو الموضوع مو سياحي بحت، هم في مثلا يعني هدف او في فكره تبون توصلونها. اي نعم، احنا عندنا في كل سفره نعطيهم كتاب اسمه كتاب الانشطه، في صفحه يكتب فيها يومياته، صفحه يحط فيها صوره، ومن وراء اخر شيء في جدول، هذا الجدول هو اللي يخليه ديلتول مثالي او ديلتول غير مثالي، في صلاته، سباحته، جنطته، ترتيبه، المشرف ما يتابع معاه هذه السلوكيات، احنا نكون نعلمهم في بدايه الرحله ان هذا اللي يخليك ديلتول مثالي، هو ما ينافس زملائه، يعني في الرحله مو بس ديلتول واحد مثالي، لو كلهم يصيروا مثاليين كلهم يكافؤون، فهو تحسين ما ينافس اصدقائه، هو ينافس نفسه من بدايه الرحله الى نهايتها، اذا قدر يضبط نفسه، اذا قدر مثلا في بعض الاطفال يتشيطنون، في بعض الاطفال يسبون، فاحنا نعطيهم مجال بس اول يومين يتغير هذا المود، لين يصير بعدين خلاص يبتدي نحسب وياهم، فما تصير نهايه الرحله الا هو اكتسب اشياء وايد، التزم باشياء وايد، تعرف على اشياء وايد، يسد ديلتول مثالي عندنا في الجيت
البيت اخر شيء. أيه. في رحله العوده نعطيهم الجوائز منو كان دلسه المثالي في الرحله. حلو كذي ان الواحد ينافس نفسه وشون يغير من عاداته بعد مع الاطفال، هذا شيء وايد حلو. دائما تبين تعلمين الانسان علمين من هو صغير. صح. تغرسين فيها المبادئ هذه تكون عنده سهله لما يكبر لانه هو اكتسبها من الصغر. طيب بالنسبه حق المشروع هذا يعني بروحك مع مجموعه من الاطفال اكيد في مرافقين معك. اي نعم، انا عندي كباتن وكل أيه. الكباتن الكويتيين. طبعا انا صار لي خبره 10 سنوات انا مع اليهال، فانا سويت حق نفسي دوره عرفت انا من خلالها شلون اتعامل مع الاطفال، واي كابتن يقدم عندي انا اعطيه هذه الدوره اعلمه اذا كان في عندك طفل حنان شلون تتصرف، اذا كان في طفل عنيد شلون تتصرف. في اشياء وايد نعلمهم اياها. بعد هذه الدوره نعطيهم دوره اسعافات اوليه دوليه. هذه رخصه مدتها سنتين يتعلم شلون يتعامل مع المشكلات للبرايمر الاوليه والثانويه، وحتى جهاز ان شاء الله ما نحتاجه القلب، انعاش القلب. فاي كابتن بعد ما يتاهل في هذه الدورتين استخدمه انا في رحله قصيره المدى. انا عندي نوعين من الرحلات، رحله قصيره المدى اذا نجح خلاص يبتدي يصير هو كابتن يسافر معي رحلاتي الطويله. اي طبعا انا قريت او سمعت رحله يعني انا الصراحه تشوقت عليها اللي هي ديزني كروز. اي نعم. هذا اتوقع حلم الاطفال. شلون بلشتوا فيها ويعني وين بديتها وشنو يعني المصاعب اللي ممكن تكون موجوده بهالرحله؟ وايضا الايجابيات ما نبي نتكلم بس الامور السلبيه. إيه؟ لا شوفي هو السلبيات مسؤوليه وايد عاليه. أكيد. يعني إيه؟ هذا جزء علينا واحنا نتحمله، يعني هذا جزء من المسؤوليه. رحله ديزني كروز صراحه انا عيالي وصلوا هالمرحله فعيالي سافروا معي كل رحلاتي. حلو. حبينا نغير شويه نطلع من جو الخليج ونطلع لي برا. الرحله الاولى كانت لبريطانيا تسلق مناجم. الرحلة الثانية حسيت انه لا ابي اصغر شوي ما فيها تعب، وين نختار؟ فخلت عيالي يختارون. قالوا لي فيديو الحين على الهواء على الرحلة. هذه رحلة ديزني كروز. فعيالي اختاروا الرحلة ونزلناها، شفنا اقبال كبير ما شاء الله. ان الناس وايد كانوا خلاص تعودوا عليه، الحين في عندي ناس سافرت. فصار في تسجيل. الرحلة هذه حطيناها سميناها مع انه حقق الاماني، يعني تشوفون اليهال هنا يبون يسرون اميرات، يبون يشوفون، يبون يلمونهم. فصارين برنسسز وديناهم سوينا شعرهم بالصالون والصبيان سوينا لهم شو اسمه قراصنه، لبسناهم القراصنه وعشنا وياهم الحلم. يعني كانت من امتع الرحلات صراحه اللي انا سويتها. وايد حلو هذا حلمنا حتى احنا الكبار. اي انا قاعده اشوف تشوق لان تصدقين يعني شوفي مثلا ساعات انا ودي اسافر اوديهم هالاماكن بس راح تكون الرحله بالنسبه لي انا مرهقه، انه يعني سفره طفوليه جدا يمكن مالي مقاقه مالي خلق. صحيح. فانه وساعات مثلا يما نبي ربعنا معانا. زين ربعكم يمكن اهلهم ما يرضون بس اذا كان في مكان محايد اللي هو مثلا حضراتكم تستلمون الاطفال وفيكون مكان محايد الاطفال كلهم يروحون. صحيح. هني المسؤولية خفت من علي، هم استانسوا والمسؤولية تكون عليكم. نعم. وصار المجال لك وللوالد انه تاخذوا راحتكم شوية. بالضبط. اي لان قاعدة اقول في اماكن مثلا بالصيف ابي اروح بس ما يصلح اخذهم معي. صحيح. فيا لا ولهم احتياجاتهم يعني الطفل يبي انا ابي نفش ابي لعبة ابي اطلع اروح مني ابي. الام والابو يمكن مو كل مرة يقدرون يسيطرون على هذا. احنا عندنا كل ثلاث اطفال لهم كابتن. هذا الكابتن يسيطر عليه على اكلهم ونومهم ومشربهم فما يغيبون عن عيننا ولا دقيقه. وايد حلو. العدد حاطين ثلاثه لكل كابتن فتشوفين كل احتياجاتهم موجوده والامن موجود يعني عرفتي؟ حلو الصراحه يعني كلها افكار وايد حلوه. وبعدين الانسان يعني والشخص مثلا يامن ان عياله والله رايحين مكان امن مع اشخاص عارفين شلون يتعاملون معهم خصوصا بالسفر لان السفر الطفل يعني وايد يمل ويتعب من المشي وغيرها من الامور اللي يتدمر منها. صحيح. وتلقينا يبكي فانتم قادرين تتعاملون مع هالموضوع هذا كله هذا وايد شيء صراحة إنجاز كبير. اي والله احنا هذه خبرة بنيناها مع السنين يعني انا اصدقتي القول ما كانت من اول شيء لكن احنا بدينا الرحلات القصيرة اللي داخل الخليج مدتها 12 ساعة نسافر الصبح ونرجع بالليل. هذه اللي بداية الموضوع علشان نسيطر على اليهال عشان يتعلمون معانا واحنا بعد عشان كباتنا يتدربون فما طلعنا احنا هذه الا بعد فتره من التدريب يعني مو شويه. صح عشان انتم تكونوا واثقين حتى من نفسكم لما تطلعون برا شلون ممكن التعامل. صحيح. يحصل لنا يصير كل الاشياء تجارب اللي نقول تحديات مو سلبيه. تحديات في مكان يعني قريب مثلا في الخليج. أي. شوي البيئه مو مختلفه 100%. صحيح. نتعامل مع هالتحديات داخل الخليج. أي. بعدين عرفنا شلون نتعامل معاها برا. تعاملوا معاهم بالطياره بعدها بالطفل. مو هذا اللي بقول استاذ حصه الحين مثلا اليهال لما يروحون الحضانه اول ايام المدرسين يدقون على الام ولدك قاعد يبكي طول اليوم تعالي خذيه بس الحين هل انتم تعرفونهم قبل ما تسافرون معهم ولا نهائيا؟ لا وشوفوا هذا شيء ايجابي. ايه؟ هذا يخلي الطفل شويه. ايه؟ الحاجز الاولي انه ما يطيح الميانه احنا نحاول قدر المستطاع ناخر هالمساله لان اذا طاحت الميانه شويه تشغل ياخذ راحته ياخذ راحته.
بس احنا عندنا مثل بالكويت يقول شفت امي شفت قمي، ترى عيال الكويت كذي يصيحون عند اهاليهم، بس انت تجاوز بس البوابه خلاص ترى يتغير الموضوع، يشوف الاهال احنا بعدين نوعنا نعطيهم اللي يبونه، وقلت جو اسري ما تحسسهم انه ترى رايح مدرسه وخايف وبعيد، نسولف معاهم شنو بنسوي شنو سوينا، هاك الدفتر طلع حط، نعطيهم قوم انت سوي تذكرتك وهذا، فبيبتدي ينشغل عرفتي. كانوا ناس يبكون في اطفال يبكون في المطار، بس بعدين بسم الله عليهم خلاص استانسوا وكتفتوا فيهم وسجلوا اكثر من رحله بعدين خلاص صاروا من اصدقائنا. لا بس استاذه حسن الحين انت قاعد تقولين من 5 سنوات ل 14 سنه، فلما الحين تكون الرحله كامله فيها كل الاعمار، مثلا متطلبات الخمس سنوات مختلفه عن ال 14 سنه، يعني هذا يروح اماكن هذا يروح اماكن، فهل تنقسمون ولا يعني دائما المكان اللي تروحون له يكون مناسب حق كل هالاعمار؟ شوفي احنا مو من 5 ل 14 كلهم برحله واحده، احنا الرحلات اللي داخل الخليج ناخذ 5 سنين اللي هي يعني بس دبي من الصبح لليل ما فيها مبيت او يمكن فيها مبيت ويكند، هذا اللي ناخذ من 5 سنين ل 12 سنه او ل 10 سنين، وحطينا هذه الفتره لان في اخوان يسافرون مع بعض، يعني الخمس صحيح. سنين ما يجي بروحه، فيبي اخوه معاه اللي عمره 10 سنين 11 سنه، فاحنا خلينا هالمجال شويه وسيع، ودائما الرحلات تكون يعني تصلح للفتره الفئه العمريه هذه. برا الخليج لا ناخذ 7 سنين لأربعة عشر شوية كبار نصعد يعني. شوي وسبع سنين أيضا يصير مع أخوانه وكذي، في بعض مثل البنات يبون محارم لازم أحرمها وياها وكذا، فرتبنا أن الرحلات الخارجية شوي حتى نوعها ونمطها مال أكبر، واللي داخل الخليج مثلا وديهم كيتزينيا فراري الأشياء البسيطة اللي ليها الصغار يستانسون عليها. يعني في مسؤوليه في التزام وفي مواكبه حق نقول العادات والتقاليد، يعني شيء وايد اي طبعا اي اكيد اي اكيد يعني احنا احنا النادي احنا ما نقول نادي مختلط، احنا نقول رحلات جماعيه، البنات لهم مشرفات بنات والشباب لهم مشرفين شباب، فهم يعني احنا جماعه مع بعض، ولكن هذيل لهم مسؤوليات بنات وهذيل معاهم صبيان ولهم خصوصيتهم، يعني طبعا اكيد التعامل يعني مع البنت عن البنات غير والصبيان غير، يعني احنا نسافر مع بعض وبعدين يعني الكل اخوان عرفتي اكيد طبعا، وانتم حسستوهم بالاجواء هذه اكيد من خلال السفرات هذه والرحلات. طيب في انشطه قاعدين تسوونها وقت مثلا خلينا نقول السفرات الطويله غير الاماكن اللي انتم تودونهم؟ يعني اكيد في جدول انتم مخططين اليوم لما نروح هني بيستفيدون من هالمكان شلون بيتعلمون منه، فكلميني شويه عن هالجداول هذه. احنا كما قلت لك احنا اللي طريقه الاستفاده احنا قاعدين ننمي فيهم مهارات تعامل مع مصاعب الحياه، فالجدول الترفيهي جدول ترفيهي بس، واحنا نختار منه جزء والاطفال لما نوصل هناك يصير بالتصويت الجزء الثاني، لكن اللي احنا نركز عليه دائما التحديات، يعني لما ندخل مكان ترفيهي اول ما نذكرهم وين مكان الانفورميشن، احنا ضايعين وين نلقى وين الماب، اول ما ندخل مثلا دبي مول راونا مثلا وين شلون نوصل، هذه الاشياء اللي احنا نركز عليها اللي هي مهارات الحياه، لكن الجانب الترفيهي ترفيهي فقط، يعني مهارات وايد حلوه مفيده حق الشخص نفسه. اكيد استاذه حسن الحين شنو عندكم رحلات جايه بما ان دشينا الصيف؟ اقرب رحله ان شاء الله راح تكون شهر 7 تروبيكال ايلاندز في المانيا، هذه راح تكون ان شاء الله مدتها 5 ايام الى اسبوع، كان نبي نمددها لان بعد رمضان راح تكون بعد رمضان اي اخر شهر 7 هذه مكان مغلق في جزء سباحه وفي جزء كامبينج اللي هال بينامون بخيام، فهذه التجارب بنكون في هذا المكان تقريبا 5 ايام، وفي جزء الاطفال راح يختارونه برا التروبيكال ايلاندز لحين ما حددنا. اكيد الله يعطيك العافيه، راح يستانسون وايد حلوه الصراحه، هذه الخيام اللي ينامون فيها ان شاء الله. لا وايد ففي تجارب جديده ما يقدر يعني ما يقدرون يحصلونها مثلا مع الاهل. مع الاهل عرفتي؟ وهذا التغيير كسر للروتين حق الطفل، ومثل ما ذكرتي استاذه حصه يعني ممكن يكتسب بعض العادات الجميله واللي الاهل ودهم يتعلمها اطفالهم، لكن ممكن يكتشفونها وهم برا الكويت مع مجموعه ما يعرفون بالضبط ويكتشف ذاته. شكرا. وحتى الاهل يشوفون يعني عيالهم لايف انستغرام وسناب شات وكذي، فالام تشوف تكون مطمنه يعني. والياهل يكون مستانس يراويها ايش قاعد يسوي. صح الحين برامج التواصل شو ما خلص خلت الدنيا صغيره كلنا نقدر نتواصل. يعطيك العافيه استاذه حصه وموفقين ان شاء الله يا ربي، ومشروعكم دائما يكون متطور ويكون اقوى بعد كل مره لانكم قاعدين تبدعون فيه. شكرا. ما قصرتي، مشكوره ومشكوري مره ثانيه على الاستضافه، وان شاء الله يكون هذا انطلاقه اكبر الى مكان ثاني ان شاء الله. يا رب نشكر ضيفتنا الأستاذة حصة طارق الخالد صاحبة مشروع نادي دلسول للأطفال. مشاهدينا بعد الفاصل لنا عودة، خلكم معنا.